وبتوحشناك الهواري محمد، السمية الحقيقية ديال المرحوم محمد درويشة، مواليد 1950 بخنيفرة، رباتو الزيانية وترعرع في الأطلس المتوسط اللي بدا فيه الميدان الفني والمشوار الفني ديالو اللي بسمو بقوة للمغاربة والثقافة المغربية بصفة عامة. الاسم الحقيقي ديالو الهواري محمد بن مولاي الحسن من قبيلة هوارة، لأن الأب ديالو جا من قبيلة هوارة ولا تيمة. الأم ديالو لالة عيشة الحنفية بنت مولاي البلغيتي من تدغى من ناحية ديال تنغير. حول يعني المكان الازدياد ديالو هناك عدة، يعني كل واحد شنو كيقول، ولكن أنه خلق، كاين اللي كيقول في مريت لان باه كان ساكن في مريت، وكاين اللي كيقول بانه خلق في الريساني وهذا لا اساس له من الصحه، ولكن مؤكد انه خلق في 1950 باقليم خنيفره. سي محمد درويشة يعني ابن بيئته كما يقول المثل العربي، الشاعر ابن بيئته، ولكن سي محمد مغني ولا فنان ولا ملحن ابن بيئته، لان عاش في واحد الوسط اللي هو مدينه خنيفره. ضفت للطبيعه واحد الشيء اللي هو واحد الروح اخرى، كما تضيف الشاعر او الكاتب او البحر او الطبيعه، تضيف اشياء اللي هي ما يكونش الانسان هو على علم، ولكن هي ذاك ذاك الانفاس وذاك الاكسجين اللي تنعيش فيه. وضيف ام الربيع النهر اللي هو دايز من وسط البلد، عطاني واحد الدفعه قويه. الاب ديالي الله يرحمه كان فنان امازيغي عربي، غنى الامازيغيه، غنى التراث ديال حمو الغازي وحمو اليزيد، الناس اللي سبقونا في هذا التراث، غنى الناس عرب في العيوط بالعيوط ديالهم ولا في المرساوي. ذي غيس يا سيدي يا ربي جود غيفي إلا غرشو إنا لقبنا ذو دماوين إنا مثيري ثمغالو ليلي شاذ باطاس ولي خلفة وذيوك سيدي ذي الباضي خلفة وذيوك سيدي ذي الباضي
غوري خرجنا لي بنا ربي الدوني تي تذاشر يسفنا العوالي تلا ميروطة يا ربح يا ذي الواني ذامن يا طيور الوحوشنا تزرانين. في البداية ديال الستينات أنها ما كانش هاد التلفزيون بهاد الحدة وما كانش كانوا الحلايقية والراديو والراديو قليل اللي كيكون عنده الراديو والسي محمد مجرد ما كيخرج من المدرسة كيلازم الحلقة وأنه كان جريء وكان ما تيخافش. واحد النهار كان أنه كان في الحلقة وشاف واحد لوطير يدير الحلقة ديالو وهو يدخل عنده قال له طلب منه الآلة وشدها وسواها وبدا كيضربها بواحد البراعة وبواحد التقنية عالية وفعلا داك الحلاق يجمع واحد العدد ديال الفلوس. اش قال له؟ قال له أوليدي راه الرزق ديالك ماشي في ديك الشكارة في الآلة. كان متأثر بآلة الوتر اللي هي كانت موجودة بقوة في الأطلس المتوسط. كان الأستاذ ديالو سي محمد فوزي كيسمع داخل القسم واحد الرنات موسيقية وهاد الرنات الموسيقية كان كيشوف التلاميذ ديالو كيدخلوا ما عندهم لا آلة موسيقية لا والو في الخروج ما عندهم لا آلة موسيقية لا والو. فاستغل واحد الفترة ديال الاستراحة وبدا كيقلب باش يقلب يعني يلقى كيفاش هاد الموسيقى كاينة في القسم واكتشف أنه في القيماطر ديال اللي كيجلس فيه سي محمد درويشة هو عنده 7 سنين هادشي في 1957 اكتشف بأنه هاد الطفل هذا اللي هو الهواري محمد كان داير سبيب باش كيصيدوا الحوت في مربيع في الواد ديال المربيع دايروا متبتوا بمسامر وتما كان كيعزف عليه السي محمد درويشة. الأب ديالي الله يرحمه بدا الميدان الفني في 1962 وصل 1964 سجل في الإذاعة كان ديك الساعة الراديو في 64 سجل بيبي وصغوي الأغنية اللي تيتغنى بها الجميع لحد اليومنا هذا. أجاوي غواق لا تلعن ولا واق عديني داك أوي على البيل وقلب الليل يا دنيا جوي غوا يا جوي غوا أنت الحال الأولى عديني ذاك الزلي اللي بديت مع السي محمد درويشة بديت مع ولكن ما كانش داك التسجيل ديال الشركة ولا شي حاجة قبل في 74 حتى 78 79 بدينا في الشركة ديال التشكافون في الدار البيضاء بقينا مستمرين اللي معنا أنا وياه لو طلحة لابو مولود كانت أبو مولود معنا بقينا مستمرين يالله 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 حتى 1999 القطاع انه كيعاود القطاع ديال الرواد ولكن كيجددهم والاغلب ديال القطاع اللي عاودها السي محمد عاود القطاع ديال عصيم حموب اليزيد الذي اسس الاسس ديال الاغنيه الامازيغيه بالاطلس المتوسط. ولكن هنا تتجلى الذكاء ديال السي محمد. مجرد الوفاه ديال باليزيد في 1973 شنو دار الرويشة؟ استقطب اليه الناس اللي كانوا كيلازموا باليزيد.
وانا ترعالو لا في عذيني لك في عهد الاستعمار يعني ما كان فيها حتى شي حاجة إلا من بعد الاستعمار أنه ظهرت الإذاعة والأمواج ديالها كانت واصلة يعني كتغطي الأطلس المتوسط والسي محمد درويشة من الناس اللي هما كان متأثر بالمحيط ديالو أم داكلين وقع لديك سبيطان لكينيت تغوصت دو اختفاوت داغست راح ضايف شكال خاحي دوت سنغات شوين دوان إيجا يختفع أفضاني وهاتين داشت هذا اليوم ونق شمالي ورداد يطرح آيات أجل أمان ندفن شوف خدمي دي خدمي غيت خدمي دي خدمي دي خدمي غيت الرجال جميع عاد انا ونصار خدا داخل شد فلوس دو خدمي عاد بختني نموت بديت مع محاو مزيون ومع واحد سميتو حسيكو واحد سميتو محاو عدي هادو كلهم كومانجيا 62 جار ويشال المنطقة كروشن لواحد العرس جاي ما غير جايبين دري مع زال عنده 12 عام في عمرو شرط الأقدر تلقينا تما في العرس عاودا يلسينو هايا شرب حاين يقذني ذي عدا ما يتسمع مشور تسمي ويعذي عدا ما يذنى مشور ذنى ويذي عدا ما يتقيس غدا ويا يا وقمر وداير تقيس عم دكني نور راح دروح يعد تصيد يا ربي يتقاد فوت لا يتصاد لا يتجاه لا يتقاود نتجم زهود انت يتجاهي اوي مردات سال دايا نجديم ايا وادو في تنسلي مين عدنين اوا شنه الغوا يخاش تبس ومن اللي مبتريد اوا ما الأبحاث التي أنجزت حول الفنان الكبير المرحوم محمد درويشة كانت في البداية قليلة جدا وذلك راجع إلى أن الثقافة الرائجة وقتئذ هي أن التراث الشعبي بصفة عامة والأمازيغي منه على الخصوص يعني لا زال لم يجد بعد ذلك المناخ من الحرية والتعبير لكي يتعاطى الطلبة الباحثون لهذا المجال وذين زيتها
من خوا من ينخبى ذا المو ايوا ومقرا همان ومقرا كان فنان كبير، كان يعني صاحب كلمة المعبرة، يعني كان واحد الفنان اللي لا مثيل ليه. لا تخمام لا تخمام لا تخمام خلع جبان متحضر، لا تخمام لا تخمام لا تخمام خلع جبان ألف وتسعمية وأربعة وستين خمسة وستين تمشي مع حمول يزيد، يالله يالله بقينا تسجيل، سجلنا مع حمول يزيد الله يرحمه. كان هذا السي محمد درويش المرحوم كان تيجي لعين لوح عند واحد صاحبه، واحد الأستاذ سميتو فرتاح محمد مات الله يرحمه، حتى هو داك الأستاذ هو اللي عرفني به مزيان. محمد درويشة العم ديالي، وكان في مثابة صديق وعم وأخ، كنت نمضي معه أوقات طويلة في المنزل ديالو، وكان إنسانا متواضعا، وكان إنسانا يحب وطنه، وبالأخص كانت عنده غيرة كبيرة على مدينة خنيفرة. رمزات يلعبون ولي مدن برمسات يرابونا وليمون يسيبذو خمس وار وعيد شي ايمي قال خدين وذاب جينو ربي سيرا وزدا عدو جيت ملانو داين الزور لنبياي وليون وامي عد الغيل ساس من غول عطين كاين سبق خنيفرة في السمية. هو دابا لو وليت نقول خنيفرة يقولوا رويشة، ولا يقولوا رويشة يقول لك خنيفرة. هاد الحوايج هادو يعني عارفهم الجميع. السي محمد كان كإنسان يعني الدار ديالو مفتوحة لأي إنسان أي فنان. سهل بوت سيلا ذي تزوار عيونه بيلا سيغي والبانو بيلا سيغا وق يا نيك غيبي بزيز بلاجة كيف عباري عدنا ووزيونه بذا سيغي والبارو بذا سيغي
عليك غبيب زيز بلاجة أغاني كلهم الأمازيغية كلها قديمة، يعني هذيك خزان تما عندهم ديال الأمازيغية، وهو كان تا هو كيستافد من عدد ديال الفنانين تما، كان يستافد من حمو اليزيد، كان من بوزكري عمران، من عدد ديال الفنانين اللي هو كياخذ الأرشيفات ديالهم. والفن هو هذا، الإنسان إلا لقيتي واحد الفنان اللي هو كيجلب لك ودنك وتقلدو راه ليه الشرف تا هو. ذاتي ذا مريدي دايش النفشا يا مانو دايش النفشا دايش النفشا يا قديد وسومي كل وقو حاول يا يبال دامي يا لوك ذاتي ذا مريدي السر اللي في هذه الاغاني اللي طبعت الاسم ديالها في العالم كله، وهو كان كيبحث كيحاول يختار، كيعطي الوقت، كيسهر الليل وكيسهر النهار وكيحاول يعطي الوقت لذاك دوك الكلمات اللي كيبغي يعطي للناس ويخرج للوجود، كيحاول يدير تمسومات كما كيقولوا. راني ضانوس يا ينضم مع الوحش، راني ضانوس يا ينضم مع الوحش، ولات يا ويلات زور بحياه يدال حرور يا ذي ويصياد، يا جيك سموت العزي يا يد الصار، يا جيك سموت العزي يا يد الصار. سي محمد درويش كان الله يرحمه، ملي كتجلس معاه كتجلس معاه تهضر معاه غير دقيقه كانك تعرفه منذ زمن طويل، بلاش بديك الكرم ديالو، بديك بديك الطيبوبه ديالو. وادي نولي طعم يا حلال ويا ويقنادي ودنا وقال اواوي جنه غمغ يداش ثم الزمن واللي بور ديري دوا ما غاجي غاك التقنيات ديالو قلت لك راه ما كاين حتى عن شي واحد في هذا الوقت، راه كاع الطريقه ديالو واحد المدرسه عنده، راه ما كاينش اللي ما كيعزفش وتابع الطريق ديال سي محمد درويش، والو ما كاينش شي واحد اللي غادي يوصلو، ولكن راه كاينين المدرسه ديالو راه تابع. Thank you.
القطعة جميلة، وكان الجمهور بغى المزيد ولكن الظروف. غسدون ويسمو ذي ذمس مزير خفيك الواوان، غسدون ويولا جندي غايلي يخشى او نالي، غسدون واسدم النظر فلاشا. قدام عيا اغاني كثيره، هادشي قبل ما يكون لا تلفزيون الاول، كنا كنتلقاو جميع. نهار خرجت انا من المدرسه، نهار خرجنا ولينا كنتلاقاو بعضياتنا، وكنأديو اغاني. ديك الوقت انا كنغني انا الامازيغيه، وهو مازال شويه ما كيغنيش الامازيغيه، وكنغني انا وياه، كنقول له اغنيه كيأديها معايا، لانه تبارك الله كان معطي، كان تعاطى لهذا الشيء ديال اللوطار من صغره. نظر صغيرين سرغي سولي لي ربح ذاك وايد الاخوة ويوغن سرخ ضوخ فردان غوي بشاو النالق عبادة يتبي ما ظهر صغيرين يا وي يا صغير ربك وايد الاخوة ويوغن لا تروح حضوخ يبردان إذا شام وحالوخ لا يدبي ذا برزيخ ودا غازي صلوفيخ أغا وحزا وطن وغاولا يوغن تروح حضوخ يبردان غوي بشاو النالخ ودا يسبي ذا برزيخ. السي محمد خلى الأغنية الأمازيغية العاطفية أصبح كلمة حب في الأطلس المتوسط متداولة عند أي شخص والذي الكل شيء. والسي محمد أنه استفد من الرواد اللي سبقوه، الرواد اللي كان تعجبهم مدينة خنيفرة مثل بوزكري عمران الله يرحمه، مثل محجوب زعيرت الله يرحمه، الحاج نعيني عام مصطفى نعيني عام الله يرحمه، أحمد المسكيني اللي يعرف بالويسكي، بسيدي، هذا الرواد كلهم حطوا واحد البصمة، ولكن السي محمد استطاع أنه يلازمه ويتعلم الصنعة. ويزر ضمع غادينا مبتعنا يولين واوا ويزر ضمع غادينا مبتعنا يولين واوا المرحوم محمد رويشة هرم الأغنية المغربية بصفة عامة للأمازيغية وحدها، ذلك لأن المرحوم كان معروفا بانفتاحه على الثقافة المغربية أو على اللغة المغربية ككل، فليس هو ذلك المغني الذي توسل واستعمل اللغة الأمازيغية فقط، بل من المعروف بل إن شهرته قد اتسع مداها بفضل ما تغنى به من أغاني باللغة العامية أو بما يسمى بالعربية المغربية كما يقول الدكتور محمد شفيق. أخويا المهاجر أخويا المغرب أخويا المهاجر صبر وكبر أخويا المهاجر صبر وكبر والهجرة تدوز والغربة تدوز ويدوز بحالنا أخويا المهاجر صبر وكبر صبر وكبر والهجرة تدوز ويدوز بحالنا أخويا المهاجر أصبر وكبر أخويا المهاجر أصبر وكبر والهجرة تدوز. أغاني درويشة كلهم من الأولى حتى التالية ما كانش فيها اللي خايبة، تنرتاح لكل شيء، إنه تيضرب داك الشيء بالمقياس ديالو، لا من وطرة ديالو ولا من صوته،
ما كاينش فوس نوت. الا قدرتي تنسى وداك الماضي وداك الماضي اللي عشناه، والله انا ملومك ورميتو لعلاك وخليت ايام ومشى. معروف عنه انه تعاطى لميدان الغناء بالعاميه المغربيه، ويمكن نذكر هنا مثلا انه غنى لحكيم الله البيضاوي وللشاعر عمر السبعاوي، وكذلك غنى للشيخ بعض الابيات الشعريه للشيخ عمر اليوسفي. إذن فكان الرجل قد حقق بهذا كله انفتاحا على الثقافة المغربية وعلى المستمع المغربي ككل، وهو بهذا كما قلت حقق باسمه بالوحدة الفنية. وخليني أنا عايش في ذكراك، وخليني أنا عايش في ذكراك، ذاك الوقت اللي باب حلو بحال وغاد وعدى وراح وابقى وراح وعدى وراح وابقى وراح غير الحسرة صالي بكاني. إلا خدينا الويسكي حمدة ولا المحجوب والزعيري أو لا، إلا خدينا النعينعاء ولا إلا خدينا مولاي بوشتا، هادو ما كانوش أمازيغيين، هادو كانوا عرب، ولكن بحكم أنهم عاشوا في مدينة خنيفرة، ما غاديش نذكر التفاصيل علاش وصلوا لخنيفرة، ولكن تأثروا يعني حتى هما بالأغنية الأمازيغية، لأنهم ضباط الإيقاع البنادرية اللي كانوا معاهم كلهم كانوا أمازيغيين، إذن جعلهم أنهم يغنيوا حتى الأمازيغية. والسي محمد درويشة تأثر بهاد الناس هادو وأصبح حتى هو يعني تفوق عليهم، لأنه تبارك الله عليه كانت موهبة، والموهبة كنعرفوا بأنه كان مارادونا واحد، كان بولي واحد، كانت أم كلثوم وحدة، وكاين رويشة ومحمد واحد، ما غاديش يكونوا عشرة. اللي بكاني بدمعة تغير الحال، تغير الحال وتغيرت الناس، نصون العاهد نصون العاهد مهما كبرت مهما يشي براس. أنا كنت محب بالألوان الفنية، سواء كلاسيك سواء الشرق سواء الأغنية المغربية سواء الأغنية الأطلسية المرسوية الحوزية الجبلية. كان قلبيك يطير يغني فرحان، كان قلبيك يطير يغني فرحان، يطير من شجرة لشجرة في كل جنان، يطير من شجرة لشجرة في كل جنان، حامل شعار المحبة والفرح عنوان، أمانة يوصلها كل مبدع فنان، الطرف فيه وتكوين أجيال وصبيان.